يبقى قول لنا القرآن هيخليهم ينسئلهم ولا ما ينسئلوش؟ أما قال لك لأن السؤال عند العرب يرد على وجهين، وعلى وجه ليعلم وعلى وجه ليقرر. فإذا ثبت السؤال من الله لخلقه يوم القيامة فليقررهم أنفسهم بما كان منهم، عشان يبقى الإقرار سيد الأدلة، مش بنقول بعلمنا، لا بإقرارك أنت. وإذا منع السؤال أي سؤال العلم، يعني أنا مش أسألهم لأننا عايزين نعلم، لأننا إيه؟ نعلم. السؤال هنا بقى سؤال الحق، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ طبعا هو يعلم إن كان قال ولا ما قالش، لأن في فرق بين أن يضع الله إنسانا في مكان وبعد ذلك يحاول من يحب الإنسان أن يرفعه إلى مكان أعلى مما وضعه الله فيه، يقول لا خليني في المكان اللي وضعني فيه من إيه؟ اللي وضعني فيه إيه؟ ولذلك سيدنا رسول الله قال لعلي بن أبي طالب إيه؟ قال له هيجي ناس هينفتنوا فيه وفي عبقريتك وفي شجاعتك وفي حكمتك وفي أدبك وفي لسانك وفي علمك، هينفتنوا فيك. إنما يا علي هلك فيك اثنان، محب غال ومبغض قال. إذن العزمة بتاعت النفس البشرية إيه؟ أن يظل في المكان الذي يضعه، فإن غره قوم ليرفعوه إلى مكان لم يضعه فيه الله، يبقى ده اتضاع في المنزلة ولا ما اتضاعش؟ اتضاع في المنزلة. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، كأنه يريد أن يقول إنك رسول ويجب على الرسول الناس اللي متبعينه أن لا يقولوا أبدا إلا ما طلبه هو منهم، لأنه إنما طلب بمنهج الله بإبلاغ الله من وحي الله. أأنت قلت للناس اتخذوني، يعني شيء لم تقله أنت، يبقى معناه إنك أنت ما أوحيش إليك به، يبقى ما كان يصح عن إيه؟ يقال يبقى تقريع للأتباع أن يتزيدوا على أي صاحب رسالة بما لم إيه؟ بما لم يقل. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال اللي هو عيسى عليه السلام سبحانك. ساعة ما تسمع كلمة سبحانك ديا افهم أنها بتجيب إجمال التنزيه لله عن أن يشابهه خلق من خلق الله، إجمال لإيه؟ لتنزيه الله أن يشابهه خلق من خلق الله. فلو كان لله وجود ولك وجود، إياك أن تقول وجودي كوجود الله، لأن وجود الله ذاتي ووجودك إيه؟ مش ذاتي، ده إيجابي من غيرك، يعني يقدمك حالة انتهت المسألة. والكلام اللي ينقال انك انت ليك وصف لازم يكون وصف ايه؟ ذاتي. يقال فلان غني والله غني، غناه زي غنى؟ لا، ده بك غنى ذاتي، وانت غناك ايه؟ موهوب. ينسلب ولا ما ينسلبش؟ قوي قادر، كل الصفات. يبقى ان كان لله صفات ولخلقه صفات في الاشتراك في الاسم، يعني نقول بس دي مش زي دي، وعلى هذا الاساس ناخد كل اشياء تدي تشابه لله. يد نقول له هو برضه زي ما له وجود، وجوده زي وجودك؟ لا، يبقى ايده مش زي ايدك. لله وجه بس مش زي ايه؟ لله استواء على العرش مش زي، بس مش زي ايه؟ يعني خذ كل امر يتعلق بالله مما يوجد مثله في البشر على في نطاق سبحانك، اي تنزيها لك ان يكون فيه ذات زي ذاتك، او صفة زي صفاتك، او فعل زي ايه؟ او زي فعلك. قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق. ما يكون يعني ما يصحش من رسول انت اصطفيته ان يقول ايه؟ ربنا عالم الحكاية دي ولا مش عالمها؟ يبقى ده تقريع لمين؟ تقرأ اللي بيسمعه. وعلى ايه انا بقول ان انا ما اقولش الا الحق؟ وعلى كل حال برضو انا هودي المسألة دي لقضية متفق عليها، ان كنت قلت فقد علمت، ارد على القضية كده، ان كنت قلت فقد علمت. انما ساعة تقول ان كنت قلته فقد علمته، من الجائز ان يفهم منها انه قال وعلم الله قوله، انما الاولانية تبقى التقريع فيها اكتر. يبقى جاية مراعاة حال القول
في قوله ايه؟ ما قلت لهم، يبقى نفى ان يكون قد قال. خلاص. وارتفاع الحق ان يوجد له معلوم جديد لم يعلمه الا الان، ان كنت قلته فقد علمته. يبقى خد الاثنين ولا لا؟ خد الاثنين، يبقى رد عليهم وابقى لله جل له في انه ان كان قال فقد ايه؟ فقد علم. ان كنت قلته فقد ايه؟ علمته. تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. طيب هو الكلام ده بيقول له إن انت قلت للناس، وهل قلت دي تبقى كلام نفسك؟ تبقى ايه؟ كلام نفسي. ده يبقى كلام لسان. طب ازاي ان كنت قلته فقد علمت ده كلام صح؟ وبعدين قلت تعلم ما في نفسي، اي ولا خطر ببالي ان يكون. ما يمكن انا ما قلت الصحيح، انما لما رفعوني كده للمنزله دي بقت كده مش عارف ايه، يمكن يعني أنا ولا خطر ببالي. ادي العله في قوله، شوف ثلاث اشياء، ما سبحانك ما كن لي ان اقول ما ليس لي بحق، ادي واحده. وبعد ذلك ان كنت قلته فقد علمته، وتعلم ما في نفسي ولا اعلمه. شوف صور من ثلاث اشياء تمنع اي هاجس، لا عنده ولا عند الله ولا في مين ولا في داخله، لان من الجاي انك انت ما انتش عايزها. ما قلت الصحيح، انما يمكن لما يعني كبروك كده وبتاع، زي اللي ما قالش للناس نفقوني، ما قالش للناس، ما اصدرش كده قال لازم تنافقني وانت لازم تنافقني لما كده بقول كذا، ما قالش. انما يجوز لما قالوا انبسط كده وبتاع. لا مفهوم الكلام. ان كنت شوف ثلاث اشياء اهي، ما كان ما يكون لي ان اقول ما ليس لي ايه بحق، هذا واحد. وبعدين قل ان كنت قلته فقد علمت، وبعد ذلك تعلم ما في نفسك ولا اعلم ما في نفسك. يبقى عرفنا كلمه ليه تعلم ما في ثلاث اشياء، الثلاثه دول جمله كل واحده لها ايه؟ لها مجال. وبعد ذلك وقفة عند قوله تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي. ما هي النفس؟ ما في النفس اي ما هو ايه؟ مسر به، ما ظهرش. ليه؟ ام قال لك لان المعلومات لها ثلاث نسب. نسبة توجد في النفس اولا، ثم توجد في الذهن اولا، وبعد ما توجد في الذهن توجد على اللسان، وبعد ما توجد على اللسان يبقى توجد في الواقع. انا قلت لك ايه؟ زيد مجتهد. قبل ما اقول لك زيد مجتهد دي، ايه اللي حصل؟ حصل في ذهني ان انا اقولها، وبعدين لساني طاوع ذهني فقلتها. وبعدين نشوف هل يوجد في الخارج واحد اسمه زيد، وهل يوجد انه مجتهد؟ يبقى دي نسبة واقعية. يبقى كم نسبة دلوقتي؟ ثلاث نسبة. نسبة ايه؟ ذهنية. بعدها تيجي نسبة ايه؟ كلامية. بعدين نشوف ايوجد واحد اسمه زيد صحيح مجتهد؟ والله ان كان فيه يبقى انت صادق. النسبة الكلامية طابقتها النسبة الايه؟ الخارجية. وما كانش موجود واحد اسمه زيد ولا مجتهد ولا اي حاجه، يبقى كذب ولا مش كذب؟ يبقى اسمه ايه؟ كذب. يبقى اذا كل نسبه كلاميه تسبقها نسبه ذهنيه. وبعدين النسبه الخارجيه ان كانت قبل الاثنين يبقى ده بنسميه كلام خبري، ان كانت تيجي بعد الاثنين تبقى كلام انشائي. قف، واحد يقول لي قف، قبل ما يقول لي قف بلسانه مش جه في ذهنه انه يامرني بقى اقف؟ يبقى النسبه الذهنيه الاول ولا لا؟ نسبة ذهنية الأول، وبعدين تيجي النسبة دي، وبعدين يقف. النسبة الخارجية جت بعد كلامي ولا لأ؟ يبقى ده اسمه كلام إنشاء بقى، اسمه إنشاء. لكن إن كانت النسبة الخارجية الأول يبقى اسمه إيه؟ خبر. إيه أنت قلت للناس اتخذوني، وحصل منك الكلام ده ولا لأ؟ لا، قال له لا حصل مني ولا حصل فيه نسبة ذهنية حتى. ولا حصل فيه نسبة إيه؟ نسبة ذهنية. طيب، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. ما هي النفس اولا؟ تطلق النفس ويراد بها التقاء الروح بالجسد، وبعدين تنشا منهم الايه؟ الحياه. ولما تنشا الحياه
تنشأ أغراض في النفس. الأغراض دي ما توجدش في المادة قبل أن تتصل بها الروح، ولا في الروح قبل أن تتصل بها الإيه؟ المادة، إنما بتوجد بعد إيه؟ اتصالهم مع بعض. يبقى كل التكاليف نقول له اوعى تقول، ولذلك الناس لما يجي يقول لك ايه ده حياه ماديه جسديه ترابيه والروح هي الارتقاء والاشراق واللي مش عارف ايه وبتاع، قول له يا راجل الماده قبل ان تتصل بها الروح خيره مستجيبه مسخره مسبحه، والروح كذلك. الفساد بيجي في ايه؟ ساعه ما تلتقي الروح بايه؟ بالجسد. ساعة ما تلتقي الروح بالجسد وتوجد النفس يتحد بقى الشهوات يتميل الى الايه؟ الى المنهج. انما قبل ما يلتقوا ببعض كل واحد خير في ذاته، كل واحد ايه؟ خير منقاد في ذاته لله، ومفيش حاجة ابدا. تبقى اذا النفس هي التقاء الروح بايه؟ بالجسد، وبعد ذلك تأتي فيه الاغيار اللي هي اللي مطلوبة. قبل كده لا دي مكلفة ولا دي مكلفة، الكل ايه؟ مسخر، مسخر لمراد الله ايه؟ لمراد الله منه. الموت بيعمل ايه؟ بيروح سلب الروح من المادة. يبقى لما يسلب الروح من المادة يبقى قضى، انتهت النفس ولا ما انتهتش؟ الله يتوفى الانفس. يبقى اذا النفس لا تقال على اجتماع الروح مع مين؟ مع الجسد. بعد ما تجتمع الروح مع الجسد نشوف مطلوبات المادة الجسدية هي اللي تنوي ولا المنهج. نقوم نقول لي اذا ما بتجيش الا فيه، لكن هذا الكلام في الحادث، انما في الحق سبحانه وتعالى. طب اعلم ما في نفسي عرفناه، ولا اعلم ما في نفسك. قال تطلق النفس ويراد بها الذات بصرف النظر عن كونها مكونة من ابعاد ولا من مش ممكن. يبقى معناها كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني ذاته المراد بها ايه؟ ذاته. وانت تقول ايه؟ جاءني زيد، حتى في عبارتنا جاءني زيد نفسه. نفسه يعني ايه؟ يعني مش رسوله ولا عبده ولا ابنه، انما هو. اذا فتطلق النفس ويراد بها الايه؟ ويراد بها الذات. فتعلم ما في نفسي اي ما في ذاتي، ولا اعلم ما في ايه؟ فنسبة النفس الى الله والمراد منها الايه؟ الذات. ولذلك تيجي تقول كل شيء هالك الا وجهه. لو انت خدتها كده على معنى نصر الله له وجه، وقال له ايدين ولا لا؟ طب ما دام كل شيء هالك الا وجهه، طب وايديه؟ ها؟ الا وجهه، يبقى المراد بها الا ايه؟ ذات. لان الوجه ده هو السمه المميزه للايه؟ للكل. اذا فاللفظ في سياقه يعطي مين؟ لما تيجي تقول ومكروا ومكر الله، انت صح الله له اسماء اعلمنا ببعضها، خلاص؟ وعلم بعض خلقه الاصفياء بعضها، واستاثر ببعضها لذاته. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هيجي في الاخر يقول ايه؟ ما الهمني محامد ما عرفتهاش قبل كده. ولذلك ايه؟ اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، انزلته في كتابك، او علمته احدا من خلقك، او استاثرت به في علم الغيب عندك. يبقى فيه كتير اشياء ايه؟ اشياء كتير. يبقى الحق سبحانه وتعالى له ايه؟ صفات واشياء ايه؟ اشياء كثيره. فاذا وجد فعل نسبه الله لنفسه فليس لك ايها المؤمن ان تأخذ منه اسما لله. ما تقولش ومكر ومكر الله، ما تقولش الله ماكر، اقتصر على الحدث مع الحدث. ليه؟ قال لك لانه يجوز ان ده بالحدث ده ليشاكل الحدث اللي هم عملوه. لان المكر هو ايه؟ مش المكر ده انك انت تعمل حاجة ما تبانش على امام خصمك، تبييت يعني. طب ان كنت انت هتبيت يصح الدار على الخصم من البشر، انما ربنا اللي هيبيت. يبقى نقول اللي بقى خير الماكرين ولا لا؟ يبقى خير. انما تقول عليه ماكر لا، اذا جاء في فعل عشان يبقى فيه مشاكلة لفعل اخر اياك ان تشتق منها ايه؟ يخادعون الله وهو خادعهم، ما تقولش ربنا خادع، لان ده مش اسم، لانها جاء في مقابلة ايه؟ يخادعون الله. ولا أعلم ما في نفسك
اي في ذاتك الاشياء التي اللي انت اللي مخبيها عن خلق انا ما اعرفه. انك انت علام الغيوب. علام. احنا قلنا لما تحب تبالغ تدي لا تدي الواحد وصف العلم تقول فلان ايه عالم. عايز تدي له انه اكتر شوية تقوم تقول ايه علام. في عرفنا احنا لما نبالغ قوي قوي بعد المبالغة نقول ده فلان ده علامة فلان ايه. يبقى في المبالغة بنقول الاول في الوصف نقول ايه عالم وبعدين علام وبعدين علام. لكن في الوصف المبالغ لله تقول هو عالم الغيب وتقول علام ولا تقول علامة عشان حكاية تاء التأنيث دي لا تاء اللي في ظاهرها التأنيث دي لا مفهوم. يبقى اذا مبالغة مع الله تبقى عند لفظ مين علام. احنا قلنا ان لفظ المبالغة لما تحب تبالغ فيه اما ان تبالغ مبالغة حدث واما ان تبالغ مبالغة تكرير حدث. يعني احنا قلنا زمان لما نقول ده فلان ده اكول ولا اكال تقول هلو امتى ان كانت الناس بتاكل رغيف وهو كان رغيفين او ثلاثة خلاص. ان كانت الناس بتاكل ربع مثلا كيلو لحم وهو بيكون اثنين كيلو يعني بيكتر وجبة الحدث واحد انما ايه هو كبير كتير في نفسه. او اكال يعني انت بتكتفي بثلاث اكلات في اليوم هو بياكل خمسة. يبقى مرة المبالغة تأتي في تكرير الحدث او في تضخيم الحدث الواحد. يبقى في دي مبالغة ودي ايه مبالغة. فعلام الغيوب من ايها بتكسر ولا بتعظم ام قال لك هو قال علام غيب واحد ولا علام غيوب متكررة في خلقه. يبقى لما يعلم غيب ده ويعلم غيب ده ويعلم غيب ده ويعلم غيب ده يبقى تكرر الحدث ولا لا. او علام الغيوب اللي انت عامل عليها الف خزنة في نفسك ولا بتتحركش فيه. يبقى اذا يا مبالغ في ذات الحدث يا مبالغ في تكرير مين في تكرير الايه تكرير الحدث. الله الله. انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به. الاولانية قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق. يعني انا ما قلتش دي انما اثبت لنفسه البلاغ في كل ما امره الله بتبليغه. ليه؟ لان الاول نفى ان يقول هذه انما ما اثبتش انه قال ذلك. ام قال انا قلت لهم اللي انت ايه اللي انت. ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي. شوف كلمة ربي دي علشان حتة الايه الهي. وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه. خدوا بالكم من العبارة دي عشان هنطلع منها شوية حاجات كده. كنت عليهم شهيدا. ما هو الشهيد؟ هو الذي يشاهد تصرفات المشهود. إنما قد يشهد التصرفات ولا عمل له في إكفافهم عنها. هو بس شايف اللي بيعملوه بس. إنما لما يقول رقيب اللي هينسبها لله إن هو يبقى شايف هم بيعملوا إيه ويقدر يحجزهم عن منايا. لما تقول فلان بيراقب التلامذة اللي بيمتحن هل هو بس واقف كده عشان يبقى يقول لنا فلان غش ومفلان ما غشش ولا ساعة ما يغش يخوشه؟ يبقى في فرق بين شاهد وهو من يرى الحدث ولا عمل له إيجابي إلا أن يرى. إنما الرقيب يرى الحدث ويفضل يمنعه يجيب لهم ايات بينات يهديهم يعمل لهم مش عارف ايه يكف ايدهم عنه مش. اذا ففيه فرق بين مشهدية الخلق ورقابة الحق. ولذلك هيقول ايه وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني
ما قالش أنت كنت الشهيد، قال كنت الرقيب عليهم، لأنك تشهد وتقدر أن تمنع. وإلى لقائنا.